تكون عن الرياضة، ورح نحكي اليوم عن أنواع الرياضات المختلفة. شو الأنواع اللي ممكن لمريض ضغط القلب إنه يمارسها؟ هل على الموضوع والتفاصيل رح يخبرنا عنها دكتور جورج معلم، أخصائي بالتغذية والثقافة البدنية. صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. كيفك زينب؟ تمام. كيفك فرح؟ صباح الخيرات. يسعد صباحكم. مريض الضغط ليش عنده فكرة إنه ما بيقدر يعمل رياضة؟ هاي الفكرة صح أو لا؟ وشو هي الرياضات الممكنة تناسب؟ تماما. هلا أول شيء معلش، نحن قبل ما نحكي رح نحكي عن الرياضات أكيد، بس أما هيك نعطي شوية معلومات صغيرة عن مسألة مرض ضغط الدم. هلا أول شيء طبعا هو معروف إنه أول علامات إصابة بأمراض القلب هو ارتفاع ضغط الدم، يعني مجرد ما أنا صار عندي ارتفاع ضغط الدم هذا الشيء بيدل إذا ما تعالج طبعا إنه رح يصير معي أمراض قلب. تماما. فيني خبركم انه كل شخص تقريبا من اصل 4 بيعاني من ارتفاع ضغط الدم، زائد انه في عندنا كثير اشخاص بيبقى عندها ضغط دم بس هي ما انا عارفانه، يعني حتى المعلومه اللي بتخبر انه بتقول شخص من اصل كل 10 بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم بيعرف هو انه عنده ضغط دم، وتسعة ما بيعرفوا، خصوصا ما يكون ضغط دم بسميه خفيف او متوسط، ما في بيبقى بوادر، يعني ما في غير أنا أقيس ضغط الدم لحتى أعرف إذا عندي هذا ارتفاع ضغط الدم ولا لا. تماما. طبعا له أسباب كثيرة وله علاجات كثير بسيطة وكثيرة على فكرة إذا نحن بنتدارك، وخصوصا بالبداية رح نفوت هلا بالرياضة وبعد شوي بنرجع بنحكي على شوية أغذية على شوية بعض النصائح اللي بتفيدنا. هلا باعتقاد مريض ضغط الدم إنه هو ما بصير يلعب الرياضة، طبعا هذا اعتقاد خاطئ 100%. إمتى نحن بنخاف إنه بده يكون في شيء من الدراية لما يكون عنده ارتفاع ضغط شديد؟ نعم. وعنده مشاكل قلبية تاني وبتناول بعض الأدوية تماما لهذا الموضوع، بس كمان نفس الوقت هذا الشيء ما بيمنعه، بس نحن بدنا نعرف شو بقى يتمرن، شو يعمل هو تمرينات اللي بتناسبه له. طبعا هذا طبعا أول شيء بده يكون يستشير الطبيب اللي بيعالجه رقم واحد، اثنين المدرب المختص المسؤول عن المسألة، بس دائما بده يكون تمرينه عبارة عن تمرينات بسيطة وبالذات بالبداية. أكيد مبدأ جهد عالي وبالذات بالبداية، لبين ما خصوصا إذا ما كان عنده مثل ما بقولوا تاريخ رياضي، يعني ما هو رياضي ما عنده اللياقة اللازمة، فبكل الأحوال كان مريض ضغط دم ولا لا رح يكون تدريج تمرينه حركات معينة، حركات متوازنة متوسطة بس. أما لا أنا فيني أكد 100% أنه الرياضة تعتبر مساعد أو علاج لمريض ضغط الدم، وعلى أهم الرياضات للي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم وثبت طبعا عم بيعاني هو رياضة المشي. بكل بساطة أنا فيني أكد له كل تأكيد وعلى مسؤوليتي أنه رياضة المشي رح تساعده كثير على خفض ضغط الدم، وياما عن طريق تمرينات الرياضية ما اضطر المريض أنه يأخذ علاج دوائي، خصوصا لما يكون سبب ارتفاع ضغط الدم يكون نفسي عصبي بعض المشاكل الضغوط النفسية الاسترس إلى آخره. الحل تبعه ما هو علاج الدوائي أبدا، بكل بساطة الحل أنه يطلع يعمل له شوية رياضة، يمشي شوي بمكان نوعا ما يكون مريح نوعا ما، يعني شيء نعمل نحن على تهدئة أعصابه، ومثل ما بنعرف نحن الرياضة بشكل عام ورياضة المشي بشكل خاص بتعمل على تهدئة الأعصاب، بتفرغ كثير من الستريس والضغوط النفسية أكيد. اللي نحن عم نعاني منها والمشاكل والظروف تقريبا كلنا عم نعاني منها، يعني هلا يمكن إذا بنقوم هلا نحن بنقيس ضغطنا بنلاقي يمكن يكون مرتفع شوي، صدقوني الله يبعده عن الكل. أمين أكيد. يعني خلينا نحكي شوي عن نظام الغذائي، بنعرف دائما إنه الرياضة بدون نظام غذائي أكيد. صفر أكيد. فخلينا نحكي عن النظام الغذائي بشكل خاص لمرضى ضغط الدم وبشكل عام للرياضيين، لأنه دائما في اغلاط بهذا أكيد الموضوع. اكيد. هلا اليوم انا حددت تقريبا اخترت 4 انواع من الاغذيه فيني اكد لكم انه مساعده جدا بشكل كثير كبير على خفض ضغط الدم او حتى مثل ما بقول تغنينا عن الدواء بحالات معينه، بس دائما وابدا بين قوسين نستشير الطبيب المختص، يعني اذا انا عم باخذ دواء ضغط ولو نزل ضغطي ما فيني وقف الدواء من تلقاء نفسي، الطبيب هو اللي بيقرر شو الدواء اللي بدي اخذه، شو الجرعات، وليس جاري وليس صديقي اللي بيعاني من نفس المشكلة، طبيب واحد واثنين وثلاثة. كل جسم بيختلف عن الثاني بكل تأكيد. إيه لأنه مثلا مو بالضرورة إذا أنا عم باخذ دواء معين صديقي قال لي أنا معي ضغط بقول له خذ هذا الدواء، مرفوض هذا الحكي تماما. قديه منتشر بشكل كثير كبير كثير كبير. أما هيدي المسألة يعني عامل خطورة كثير كبير، فإذا كل إنسان عنده حالة معينة، حالة خاصة فيه، الطبيب هو المسؤول بالأول وبالأخير عن هذا عن وصف الدواء المناسب ووصف العيارات كمان مو من تلقاء نفسي، حتى عن توقيف الدواء الطبيب. تمام. انتهينا من هذا الموضوع. هلا بدنا نجي للأغذية المناسبة جدا اللي فعلا تستعمل كعلاج أكثر ما هي عبارة عن طعام أو غذاء. رقم واحد كنا بنعرف
مادة الكرافس أو عشبة الكرافس اللي هي بتشبه مادة البقدونس كلنا بنعرفها. بالمجتمعات الأسيوية علميا بيستعملوها كعلاج فعال بكل تأكيد لخفض ضغط الدم، حتى عزلوا المادة اللي بتخفض ضغط الدم وعملوها على شكل دواء، حبة كبسولة بتاخديها، صارت تستعمل بكل دول الخارجية، بكل أوروبا، بكل أمريكا بتستعمل هذه الحبة. هلا نحن ما عنا هيدا الدواء، بس ما عنا يا للكرافس بحيث ما هو، أنا فيني أكد لكم 100% أنا يا فريش تماما موجود موجود تمام. وبتزات في ريحة مميزة لقلو مثل ما بنعرف الكرافس هو هيدي المادة اللي بتساعد على خفض ضغط الدم بكل تأكيد. أنا بنصح الأشخاص اللي عنده ارتفاع ضغط متوسط أو خفيف أو حتى عالي، ما في مانع إنه نتناول كل يوم من حوالي ال شو بسموها عرقين، يعني عرقين أو لتلتة، بس هي مع العيدان تبعهم نتناولهم كيف أي شكل من الأشكال، ما بالضرورة نقطعهم يعني مو محرزين، نتناولهم صرف هيك مع شوية مي. أنا فيني أكد لهم وأنا مسؤول عن كلامي، خلال 15-20 يوم أكثر شوي أقل شوي رح يلاحظوا إنه ارتاح ضغطهم شوي تماما. طبعا اذا عم ياخذوا دواء مع الدواء، هذا الحكي نحن ما عم نحكي انه نستغني عن الدواء ولا بشكل من الاشكال، حكينا بهذه القصه، بس اما مساعد حتى الاشخاص اللي عنده ضغط دم خفيف متوسط، هلا بنحكي نحن العيارات الضغط الدم الطبيعي، انه رح يساعده 100% فما رح يحتاج دواء. رقم واحد الكرافس حكينا عنه. رقم ثاني كلنا بنعرف شو هو، وانا متاكد رح اسالكم شو برايكم، نحن شغله كثير بتساعد على خفض الضغط بس نحن ما بناخذها بنخاف تعطي رائحة شوي غير محببة. التوم التوم علاج أسطوري. هلأ صار كل الشعب السوري يأكل الصبح عرق توم. صدقوني بس علاج عرق. هلأ ما بالضرورة عرق، رح أعطيه أنا طريقة هلأ نأخذها بشكل أنه ما تزعج وما تزعج الآخرين، لأنه يعني غير محبب زيادة نكون واقعيين يعني. تمام. بس أما علاج بمعنى أسطوري بكل معنى الكلمة، دول العالم الخارج بيستعملوا دواء دواء وليس مادة مطعمة أو منكهة، أو دواء فعال لمشاكل كتير كبيرة، بس خفض الضغط الدم بشكل كتير كبير. ولناخد النتائج المرجوة منه، ما هي مسألة يومين ولا هي جمعة، هي مسألة تراكمية لحتى يتشبع الدم بالمركبات الموجودة بالثوم، يعني مسألة أشهر. طبعا بيتاخذ مثل ما بنعرف نيق، بيتاخذ مطهو، بيتاخذ على شكل كبسولات. انا بدي اعطي الطريقه هلا اللي اخف تاثير مزعج لالي وللاخرين، هي موجوده على شكل كبسولات او اقراص. تمام. فينا ناخذه بهالطريقه هيدي، بعض الطعام ناخذ لنا كل يوم حبه او كبسوله، نوعا ما بتعطيني النتائج المرجوه. هلا دائما هو النيق رقم واحد، النيق ثم النيق رقم واحد، بس اما مزعج وخصوصا على الريق مزعج جدا الحقيقه، يعني يمكن بيفضل واحد يصير معه ضغط دم ولا يقدر تصدقوني لا الشخص اللي جنبه كمان هو ممكن اصعب ممكن هو يصحي يتعالج الاخر يصير الريق يمكن بيسقبوها المفروض مشان تطلع المواد او نقضها بس حتى نقضها باسناننا شوي مشان تطلع هذه المواد اللي بداخلها المفيده جدا. بس اما انا بعطيكم طريق، اما ناخذ هاي الكبسولات تمتص دغري من الامعاء مباشره، فبيكون يعني تقريبا 90% 95% ما لا اي مشكله لا لي ولا للاخرين، او ممكن نتناولها بالليل قبل ما ننام، ثاني يوم بتكون اخف. اما الصبح هلا هو انه المتعارف عليه انه ناخذ الصبح عري فيها شيء من الصعوبه كثير، فمشان هيك بدنا شيء اللي نحن بنقدر عليه اما بالليل قبل ما ننام مثل ما حكينا، او عن طريق الكبسولات الدوائيه مستخلصين المواد المفيده من الثوم عاملين على شكل كبسولات اما زيتيه او اقراص. خلصنا من التوم، رح نحكي على شغلة مهمة جدا جدا إذا بنقدر نتناولها، وهي الأسماك، الأسماك المدهنة بشكل خاص. هلا طبعا كلنا بنعرف فوائد الأسماك الكتير كبيرة من بروتين وغيراته، بس نحن هم نحكي هلا على المادة اللي موجودة بالأسماك المدهنة بشكل خاص اللي هي بتفيد خفض ضغط الدم. أوميجا 3. الأوميجا 3 تماما، الأحماض الدهنية الغير مشبعة الأوميجا 3. الأوميجا 3 طبعا هو من فعلا من الأحماض الرائعة جدا، بيخفض ضغط الدم بشكل كتير كبير، مساعد كتير كبير حتى على درجة أنه معمول منه على شكل كبسولات. إذا بتسمح لنا ظروفنا نتناول هالكبسولات يا حبذا، إذا ما بتسمح إذا بنقدر كمان معلش من قوسين تسمح لنا ظروفنا نتناول هيدي الأسماك، ورح أعطي أبسط هيدي الأسماك هي السردين والطون، نوعا ما متوفر ويمكن بنقدر نجيبه. أكيد ما رح أحكي بالأسماك السلمون وغيره وغيراته لأنه أكيد صعب الحصول عليه، لنكون واقعيين. إذن الأسماك المدهنة مثل ما حكينا مفيدة جدا، نتناولها من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع إذا بنقدر، خصوصا الأشخاص اللي معرضين أو عندهم احتمالية في حالة وراثية بالعائلة بارتفاع ضغط الدم، بتساعدهم كثير خفض ضغط الدم. بدي أحكي على الفواكه والخضروات، مجرد ما أن فواكه وخضروات معناتها أن فيتامينات ومعادن، هذا الشيء مفروغ منه، ومضادات أكسدة، وهذه الفيتامينات والمعادن بشكل خاص فيتامين سي الموجود بالفواكه
من اهم الفيتامينات اللي بتساعد كمان على خفض ضغط الدم ومضاد اكسده رائع. اذا اربع اغذيه اذا بنتناولهم انا باكد لكم بشكل مستمر ومنتظم انه راح يساعدوني على خفض ضغط الدم بشكل كثير كبير وبشكل كثير فعال. ممكن ما احتاج اخذ دواء اذا ما كنت انا عم باخذ دواء، او ممكن خفف الجرعه الدوائيه، او ممكن الغي الجرعه الدوائيه بس بعد استشاره الطبيب. كثير حلو هذا الحكي دكتور. اليوم حكينا عن نقطتين كثير مهمين. اول شيء بنقدر نعمل رياضه للاشخاص المصابين بحسب نسبه الاصابه. ثاني شغله اغذيه كثير مهمه ومتواجده موجوده بكثره اليوم. فبدنا نقول لك شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمتها. بدي احكي لكم عن شويه فيتامينات، شويه اعشاب، كمان شويه اشياء بسيطه متوفره بالبيت. يلا بس ضيق الوقت، الحلقه الثانيه راح نكمل بالتفصيل اكثر. شكرا لك دكتور.